السلام عليكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم مع فيديو جديد لليوم. اليوم مثل ما بتعرفوا يوم الاثنين، اول شيء بدي اتشكركم كثير كثير على لكل الاشخاص اللي بعثوا لي فيديوهات واللي راسلوني على الخاص بالنسبه للفكره اللي طرحتها بيوم الاثنين. طبعا اجاني كثير ردود فعل ايجابيه، وانا اخترت اول فيديو اجاني وراح نشتغل عليه اليوم. اللاعب اللي معنا لليوم هي طفله عمرها 8 سنوات من سوريا، من السويداء، اسمها نايا ضو، عمرها 8 سنوات. وبدي وجه تحية كتير كبيرة لوالدها ويليام ضو من السويداء، تحياتي لك الأهل السويداء. وتحية كمان كبيرة للمدرب اللي هو زميلي وصديقي حسام غيث. طبعا كنا بفترة من الفترات بالمنتخب الوطني، و كلاعب كان ممتاز، وكمدرب ما شاء الله عم شوفه عم يطلع كتير أبطال من عنده. يعني كتير بحبه وكتير بحترم هالشخص هذا. في نقطة قبل ما بلش أنا حابب أحكي فيها مشان ما حدا يفهمني غلط. أو المدرب له وجهة نظر خاصة، كونه دائما عم يشوف اللاعب، كونه دائما يوميا، فبيكون عنده ترتيب للأولويات. يعني هو شخص بخبرة، كمدرب خبرة أو حتى كلاعب خبرة، بشوف الشخص اللي قدامه، فبشوف في عنده شغلات ممكن يتطورها فيه، بس بيرتب الأولويات حسب الشيء المهم بوجهة نظره. فمشان هيك بنشوف الاختلاف هذا حتى بالحكام. بوقت النظام القديم بنشوف في 5 حكام بيرفعوا مرة واحدة، بس واحد بيرفع أحمر وواحد بيرفع أزرق، كل واحد له تقييمه، تمام. وحتى بأثناء التدريب كمان نفس الشيء، المدرب بيشوف اللاعب تبعه وبيعطيه النصايح حسب وجهة نظره وحسب ترتيب الأولويات اللي عنده. أنا بالنسبة لي اخترت كذا نقطة عن اللاعب نايا ضو. لاعب كتير ممتازة، أنا حبيتها مقارنة بعمرها، يعني هالشي كتير حلو. الملاحظات هاي ممكن هي تشتغل عليها مع الوقت، يعني هاي ما ممكن تكون هلأ فجأة أنه هلأ يلا قومي لازم تصير، هاي بدها وقت وبدها ممارسة، وأنا متأكد أنه بالبيت أو بالصالة عم يشتغلوا على هالموضوع هذا. فرح نبدأ بالكاتا كوجو شيهو شو. كاتا من البداية خلينا نبدأ فيها لا بأس كان، بس أنا لاحظت موضوع الكوجو شيهو شو بالبداية بتكون بطيئة، والحركات البطيئة دائما ما بتكون أصعب من الحركات السريعة. يعني الواحد بده يركز على كتير تفاصيل. في مشكلة واحدة حاليا هي مشكلة الكعب. يعني أنا لما بمشي لقدام ما لازم أمشي كعب لتحت، ما بيصير أعمل كذا، هذا يعتبر خطأ بالنسبة لقانون التحكيم، تمام. يعني في البداية واحد صابع الرجل ملامسة لسه للأرض، كمان هون صابع الرجل ملامسة للأرض، بعدين بنهي فيها بالكعب لتحت، تمام. الكوجو شو يفضل تبدأ سريع بعدين بطيء، سريع بعدين بطيء. رح أعمل أول الجهتين، يعني أنا هون إيج بطيء، بين هيك يمين، هلأ سريع بعدين بطيء، سريع بطيء. كمان نفس الشيء الجهة الثانية، تمام. يفضل يكون هيك حتى بكل المحلات، حتى هون واحد كمان هون. الكعب أهم شيء حاليا، يعني أنا شفت إنه الكعب عم يكون هيك. طبعا البنت لسه صغيرة، لسه عم تتعلم، مع وقت كتير لتصلح، وأنا متأكد 100% إنهم عم يشتغلوا على هذا الشيء. مثل ما في عندي لاعبات ولاعبين بأكد عليهم الملاحظة كل مرة، ومع هيك بأخطأوا لما بيجي مدرب أو حكم من برا بيوجه لنا نفس الملاحظة، شيء طبيعي. الكاتا في نفس دائما، يعني لازم الواحد يعطي نفس، أو الزفير هذا لازم يتوزع حسب الحركة. يعني أنا شفتها هي عم تعمل النفس واحد، يعني مدة النفس واحد، مشان هيك لما بيكون نيت شوران الحركة عم تخلص والنفس لسه ما بيهوي، يمكن أجزاء من الثانية، بس الحكم بيشوف هذا الشيء. فهذا موضوع كمان لازم تشتغل عليه. يعني إحنا هون ما لازم يكون، إذا أنا بدي أشتغل على حسب النفس الحركة رح تطلع بطيئة، وإذا بدي أشتغل الحركة سريعة والنفس واحد فرح يكون رح يكون شيء مو ظابط، يعني في ما في تناسب. فنحن خلينا نعمل الحركة
حسب الكيمياء، يعني في عندنا كيمياء كامل وفي عندنا نص كيمياء، يعني كمان نفس الشيء النفس بيجي نص نفس ونفس كامل. يعني تمام. كمان مايجري رح تكون نص نفس، تمام. انا عم بالغ شوي بس يكون واضح. فهيك الحركة بتجي بهالشكل هذا، عشان يكون النفس واضح والحكم يوصل للإيقاع انه هون بالفعل كان في شيء، تمام. القسم اللي بعده 1 2 3 4، عم يكون الإيقاع شوي سريع، فخلينا نشتغلوا بس بالإيقاع للأمام. ثبات. هلا نرجع لموضوع النص كيمي وكيمي كامل، يعني تمام. ثبات اكثر بالاماميه، خليها تقفلها. هلا اللي بعدها 2، اللي بعدها تمام. لما بنكون هون 1 لازم يكون في هدف معين ايدي عم تطلع عليه هون، تمام. هلا 1 2 كمان هون في هدف انا عم بيجي عليه، شو ده؟ ما لازم تكون كبيره، لازم تكون صغيره، تمام. يعني ما لازم ايدي تضل عم تتحرك، عفوا الايد ما لازم تضل عم تتحرك، لازم تقفل كمان هون، تمام. ما لازم يكون في حركة دائمة بالنسبة لهذا. بكفي لهون. بتمنى تشتغل على الملاحظات هدول، انا متأكد انه المدرب عم يشتغل عليهم. فهي بوجهة نظري الشغلات اللي انا شفتها مهمة ممكن تشتغلها. الشيء السلبي اللي بحسه انا بالكاراتيه انه الحكم بيقعد ليقيم اخطائك، ما ليقيم قد ايه انت عم تشتغل منيح. فللاسف هيك الموضوع، انا دائما طلع الاخطاء لنطورها. اللاعب كثير ممتازه، بدها لياقه بدنيه، بس لساتها صغيره، لساتها طفله، يعني مع وقت. نصيحه ممكن اولى، خليها تشتغل فتنس، مو فتنس تروح على مركز تشيل اوزان، وانما تركز على التمارين الاساسيه، يعني مثلا ضغط ومعده وكني بويج السكوات، تمام. ونقطة كمان كتير مهمة بالحركات، عم يكون في عندها الانحناء هاد، تمام. هاد لازم يكون جالس. في تمرين اسمه سوبرمان، هاي الواحد بتشطح على بطنه بصير يرفع ظهره لفوق، تمام. هذا حاول كمان تشتغلي عليه مشان المنطقة هاي تثبت معه لهون، ما تكون لتحت. يعني لاعبة ممتازة، شوية شغلات تشتغل عليها وإن شاء الله تتطور مع الوقت. أهم شيء تستمر، أهم شيء تستمر، قدامها مستقبل كتير كبير. بتمنى لها التوفيق. أنا بكفي لهون مشان ما يكون الفيديو كتير طويل. مع الوقت ممكن بالحلقة الجاية ممكن أشرح قسم تاني، إلى شوف حسب الفيديو هذا تجيني ممكن أشرح القسم التاني من الكاتا. الموضوع مانو شخصي، انه هي هيك، هاي اخطاء عامة بتصير عند الكل. حتى انا وقت اللي كنت العب كمان هاي الاخطاء كانت عندي، مع الوقت تعلمتها وصرت طورها، ولحد هلا في عندي اخطاء، ومدربي لحد هلا لما يشوفني بيعطيني اخطاء، وحكام كمان، بس يعني حسب، مع الوقت بيجي الموضوع. ولا تنسوا كمان لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، بعتوا لي فيديوهاتكم تحت بالروابط الموجودة تحت، إن كان على الواتس، الفيس، والإنستغرام، كل الروابط موجودة بصندوق الوصف. بعتوا لي فيديوهاتكم وقولوا لي إذا حابين أنتم نحكي على موضوع معين بعتوا لي إياه، أو تحبوا نحكي بشكل عام كمان تبعتوا لي إياه. رح أترككم كمان تشوفوا الكاتا من أول وجديد كاملة من نايا ضو، وبعدين يكون انتهى الفيديو. والسلامات.